السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا مرحبا بكم، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، وإن شاء الله سوف نقدم لكم المناطق المعنية خلال الأيام القادمة بحول الله، فلا تنسوا بارك الله فيكم دعمنا، إن شاء الله سوف نقدم لكم التفاصيل. بالنسبة لتراكمات الأمطار، ابتداء من توقعات يوم غد إن شاء الله في توقع للأيام تراكمات أمطار معتبرة قد تصل إلى 20 ملم خصوصا الجنوب الشرقي والحوز وكذلك مرتفعات الأطلس وجهة الشرقية وأقصى شمال المملكة. سوف نقدم لكم المناطق المعنية في هذا الفيديو المنفصل الخاص بحالة الطقس بالمغرب وكذلك لآخر توقعات الأرصاد الجوية العالمية للرصد الجوي إن شاء الله. فلا تنسوا بارك الله فيكم مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا آخر التطورات وآخر التفاصيل التحديثات نماذج الطقس العالمية والمناطق المعنية بالأمطار الرعدية أو الأمطار الجد معتبرة أو جد غزيرة في بعض المناطق محليا. بالنسبة إن شاء الله لخلال يوم غد إن شاء الله الثلاثاء 12 شتنبر 2023، فيتوقع بإذن الله أن تكون أجواء غائمة إن شاء الله على المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تساقطات مطرية رعدية، لكن عموما تبقى ضعيفة هذه الأمطار مقتصرة على بعرفة وبنان بعض المناطق والهضاب العليا الشرقية، لكن تبقى بدون تأثير بالنسبة للأمطار الغزيرة. خلال الأيام القادمة ستتغير الحالة الجوية لتصبح قوية وتؤدي إلى اضطرابات جوية رعدية محليا وعاصفية محليا على عدة مناطق، سوف نقدم لكم في هذا الفيديو المفصل. أخوي الأعزاء، بالنسبة لتوقعات يوم الأربعاء احتمالية دخول تساقطات مطرية رعدية على عدة مناطق من المملكة والمناطق المعنية فهي كالتالي: أمطار حاضرة على زاوية الشيخ وتساقطات رعدية محليا قوية على كذلك إفرانس كرمداز وخنيفرة زاوية الشيخ وابني ملال وإمل شيل وأزيلال وكذلك بوعشيبة أكادير بوعشيبة، تساقطات مطرية رعدية على ورزازات إن شاء الله وتنغير ومرزوقة وبعرفة إن شاء الله وكذلك التساقطات على وطة الحاج وقيقو. أمطار رعدية قوية محليا إخوي الأعزاء وسوف تستمر كذلك طيلة اليوم الأربعاء خصوصا بعد الزوال إن شاء الله. يوم الخميس يحتمل إن شاء الله تكون أشكال رعدية على الجنوب الشرقي وأمطار حاضرة كذلك على الحوز على إن شاء الله لورزازات وتازناغت وتليوين وكذلك أكادير بوعشيبة وتبانت وزاقورة وتينغير وكذلك تبانت أزيلال أكادير بوعشيبة أوكيمدن وأونزميز كذلك وخنيفرة إن شاء الله وإفرانس كورمداز، تساقطات مطرية رعدية معتبرة وغزيرة. إخواني الأعزاء كما تشاهدون اضطرابات رعدية يوم الخميس والأربعاء سوف تشهد عدة مناطق من المملكة، تشاهدون أمطار حاضرة على تليوين ورزازات تينغير وتبانت مراكش بني ملال خنيفرة ميدل الراشدية خريبقة، وأمطار حاضرة على فاس كيكو وطاة الحاج الحسيمة مرتفعات الريف وجدة فاس جرادة وكذلك تاوريرت والناظور. أمطار رعدية غزيرة قوية إخواني الأعزاء سوف تستمر كذلك يوم الجمعة خصوصا على المناطق التالية: على الجنوب الشرقي للمملكة على تينغير ورزازات وتبانت والرشيدية وبطاط الحاج إن شاء الله. بالنسبة للفترة المسائية تقتصر على المناطق الغربية على تطوان طنجة العرائش الحسيمة ببرد وكذلك إساقن فاس مكناس خريبقة خنيفرة وطاط الحاج وابني ملال وتبانت الرشيدية ميدلت وتونفيت. أما الفترة المسائية اضطرابات جوية ستعرفها المناطق الغربية على سيدي سليمان والرباط وخريبقة وكذلك ابني ملال وهضاب الفوسفات، مع احتمالية دخول اضطرابات أو منخفض جوي يؤدي إلى اضطرابات جوية على الشمال الغربي للمملكة خصوصا أقصى شمال المملكة، منخفض جد قوي إخواني الأعزاء كما تشاهدون. فهذه التوقعات ما زالت بعيدة المدى، ربما تتغير وأمطار حاضرة على شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة إن شاء الله. يوم الثلاثاء المقبل يتوقع استمرار بعض التساقطات المطرية والعلوية.